مشاهدينا الكرام، أسبوع جديد وحلقة جديدة من برنامجكم أجندة مكتبة الإسكندرية. تعالوا معنا نتابع أهم أحداث هذا الأسبوع. نظم مركز الدراسات القبطي بمكتبة الإسكندرية محاضرة تحت عنوان المواطنة وثورة 19، كان ذلك بقاعة الأودوتوريوم بالمكتبة. موضوع من الموضوعات الهامة جدا والحيوية، واللي أنا شخصيا والمكتبة عموما بتعتبرها ده الهاجس القديم المعاصر لمصر والمصريين. ده ودي العلاقة المتصلة الوثيقة ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، القضية اللي لازلنا نعاني منها وسنظل نعاني منها، فكرة المواطنة وعلاقة الأقوات بالمسلمين وعلى علاقة الوحدة الوطنية في مصر. فهيكلمنا على فترة مهمة جدا، هنلقي الضوء على المواطنة وثورة 1919. محاضرة النهاردة في الحقيقة عن المواطنة في ثورة 19، وهي بتخدم على حاجتين. أول حاجة، إحنا في عام 2019 بنحتفل بمرور 100 سنة على ثورة 19، ومصر كلها بتحتفل من أول هذا العام حتى نهايته بمئوية ثورة 19، اللي هي في الحقيقة الثورة الأم اللي أسست لي استقلال مصر وقيام المملكة المصرية واعتراف العالم بمصر دولة مستقلة بعد ما كانت تابعة للدولة العثمانية. الأمر الثاني، ترسيخ فكرة المواطنة اللي تجلى في ثورة 19. فالمحاضرة النهاردة بتقام مع مركز الدراسات القبطية، ومظاهر الوحدة الوطنية والمواطنة في ثورة 19 كانت واضحة وصريحة. اعرف طب بيطري كان عنوان مؤتمر نظمه قطاع البحث الأكاديمي بالقاعة متعددة الأغراض بمكتبة الإسكندرية. الإيفنت النهاردة اسمه اعرف بيطري، وده من تنظيم أسرة الصفا في كلية الطب البيطري التابعة لبرنامج اللم في المكتبة. بيكون موجه للطلاب اللي لسه داخلين سنة أولى، بيشرح لهم عن أقسام الكلية، نظام الدراسة، عدد سنوات الدراسة، إيه مجالات الشغل بعد كده. بيحاول يدي فكرة مبسطة للطلاب اللي لسه داخلين سنة أولى، إيه الفرق بين نظام الدراسة في الكلية وإيه الفرق اللي كان موجود في الثانوية العامة، وإزاي يقدروا يستعدوا للكلية ويبقوا عارفين معلومات أكتر عن الأقسام، عن طبيعة الدراسة، عن أماكن الكلية، عن التدريب العملي، عن وظائف الشغل حتى بعد ما يتخرجوا بيبقوا عارفينها كل ده من سنة أولى. احنا دي ثالث سنة على التوالي بنعمل كده، بنستقبل دايما الطلبة وبنعرفهم بقى يعني ايه اللي هيقابلوه في الكلية، ايه المواد اللي هيدرسوها، ازاي يتعامل وهو طبعا لسه طالب، ازاي بينتقل من مرحلة انه طالب ثانوي لمرحلة الجامعة، وإيه اللي ممكن يشوفه وإيه اللي ممكن يتعلمه داخل الكلية. نظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية محاضرة تحت عنوان تاريخ الطب الرياضي. طبعا بيسعدنا هنا في متحف الآثار في مكتبة الإسكندرية نستضيف الدكتور مصطفى المنيري الطبيب الكبير والاستشاري العظيم في طب العظام، وهيتكلم عن يعني تاريخ الطب الرياضي في مصر القديمة وفي اليونان القديم وفي العصر الإسلامي. ودي محاضرة مهمة جدا، لأن احنا وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية في متحف الآثار بنحاول ندمج بين الساينس، بين العلوم، وبين الهيومانيتيز الإنسانيات. أنا يمكن من أكثر من 35 سنة أعمل في مجال الطب الرياضي، لقيت أن جميع علوم الطب أو الفيزياء أو الفلسفة لها تاريخ، حبيت
أعرف تاريخ الطب الرياضي، وجدت أن المكتوب في تاريخ الطب الرياضي قليلة وبيتجاهله يمكن إلى حد كبير الطب الرياضي في العصر المصري القديم. وحاولت النهاردة من خلال المحاضرة أن نتناول تاريخ الطب الرياضي، مركز أكتر على الفترة الطب الرياضي في العصر المصري القديم. مشاهدينا، ندعوكم لمتابعة قناة مكتبة الإسكندرية على موقع اليوتيوب والصفحة الخاصة باستوديو مكتبة الإسكندرية على مواقع التواصل الاجتماعي. وللتعرف على كل ما هو جديد بالمكتبة، زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.bibalex.org. وانتظرونا الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامجكم أجندة مكتبة الإسكندرية.